يهد جبال. هز الارض يهد جبال. تكبير. يلا معنا نشود يا شباب. معنا نشود مع بعض نريح شوي. العز ومجد الدين الله اكبر. ومن بدر ومقطع وحطين الله اكبر. ومن بدر ومقطع وحطين الله اكبر. الله اكبر. ويا القران الله اكبر. وعز الاقصى ما ينهب الله اكبر. وعز الاقصى ما ينهب الله اكبر. وعن خالد بن جيل الحب وحوى امطار الابابيل الله اكبر. وحوى امطار الابابيل الله اكبر. والله اكبر الله اكبر. والله اكبر الله اكبر. يا اخوانا بدي منكم طلب واحد، بدنا نشبك ايدينا مع بعض، كل واحد يشبك ايده بايد اللي جنبه يرفعها لفوق. عشان نصف، خلينا نصف الصفوف متراصه بالله عليكم. ايد وحده عليا. ارفع اعطيني صوره، اعطيني صوره لشباب الاردن الابطال. ايد وحده عليا يهود. ايد وحده عليا يهود. لك ايد وحده عليا يهود. ايد وحده عليا يهود. ويا محلى ضرب البارود. يا محلى ضرب البارود. ويا محلى ضرب البارود. يا محلى ضرب البارود. التاريخ سجل واكتب يا للعار. لبيك 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 يا أقصى.
مع الابتسامة هاي، لأنه هذا هتاف للفرح. هاي يا أولاد الأصول، هاي يا أولاد الأصول، اسمعوا مني شو بقول، اسمعوا مني شو بقول. هبوا ثلاثة أبطال، هبوا ثلاثة أبطال، هبوا ثلاثة أبطال، هبوا ثلاثة أبطال، بيحملوا اسم الرسول، بيحملوا اسم الرسول، بيحملوا اسم الرسول، بيحملوا اسم الرسول، فدائي بساحات الأقصى، بساحات الأقصى، وطخوا الصهيون المذلول، طخوا الصهيون المذلول، يفتوا الأقصى يحموا المسرى، يفتوا الأقصى يحموا المسرى، وصخرة معراج الرسول. الله أعلم شو يا إخواننا، بدنا صوت بالعالي، بدنا الكف بالعالي يا إخواننا. والأقصى هو العنوان، تعالي
عقدتنا. الأقصى هو عقدتنا. الأقصى هو عقدتنا. الأقصى هو عقدتنا. وبالأقصى منعوا الأذى. وين نخوات العربان؟ وين نخوات العربان؟ وين نخوات العربان؟ في الأقصى منعوا الصلاة. والأقصى يا مسلمين. والأقصى يا مسلمين. هو العز ومجد الدين. هو العز ومجد الدين. ومن بدر ومؤتة وحطين. ومن بدر ومؤتة وحطين. جند محمد بالميادين. جند محمد بالميادين. الأقصى بجر I'm
نشعل مع بعض شموع الاقصى يا اخوانا، اللي معه موبايل يضوي ويرفعه فوق، اللي معه موبايل يضوي ويرفعه فوق. شموع الاقصى من نزال، الله 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 على انوار نزال. ان شاء الله تضيئوا هاي الشموع بفرحة النصر في ساحات الاقصى باذن الله. تكبير بالضوء يا اخوانا، هز الضوء. لبي لبي لبيك يا اقصى فوق. نشحذها في الصغار لنربيهم على حب الأقصى. تكبير تكبير. كنا صغار في المخيم، كنا ياسين، علمنا أحمد ياسين. نحمي الأقصى وفلسطين، نحمي الأقصى وفلسطين، نحمي الأقصى وفلسطين، نحمي الأقصى وفلسطين. وعلمنا يحيى عياش، علمنا يحيى عياش، علمنا يحيى عياش. نحمي الأقصى بالرشاش، نحمي الأقصى بالرشاش، نحمي الأقصى بالرشاش. علم الرشاش، نحمي الأقصى بالرشاش، نحمي الأقصى بالرشاش، نحمي الأقصى بالرشاش. دولة كيان إسرائيل، دولة كيان إسرائيل، دولة كيان إسرائيل، دولة كيان إسرائيل. أكبر دولة للإرهاب، أكبر دولة للإرهاب، أكبر دولة للإرهاب. والله أكبر إرهاب، 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 والله أكبر إرهاب. اتسكن للأقصى أبواب، اتسكن للأقصى أبواب، اتسكن للأقصى أبواب، اتسكن للأقصى أبواب، اتسكن للأقصى أبواب. وفي سفارتكم عمان، في سفارتكم عمان، لا سفارة صهيونية، لا سفارة صهيونية على الأرض الأردنية، على الأرض الأردنية، على الأرض. للأقصى نسرجها الخيل، للأقصى نسرجها الخيل، للأقصى نسرجها الخيل، للأقصى نسرجها الخيل. بيعتاليها الخيل رجال، بيعتاليها الخيل رجال، زي شبابك يا نزال. بيعتاليها الخيل رجال، وزي شبابك يا نزال، زي شبابك يا نزال. اليوم بنهتف في نزال، اليوم بنهتف في نزال، وبكره في ساح النزال، وبكره في ساح النزال. يلا التموا يا بشر، يلا التموا يا بشر، يلا التموا يا بشر. مصرنا بينا بخطر، مصرنا بينا بخطر، مصرنا بينا بخطر، مصرنا بينا بخطر. واحنا احفاد الصديق، واحنا احفاد الصديق، واحنا احفاد الصديق، واحنا احفاد الصديق. وابو عبيدة وعمر، وابو عبيدة وعمر. من حديد، وما يفتح باب الأقصى للشهيد، لا
يفتح باب الأقصى للشهيد وما يفتح باب أقصى للشهيد ومن حجر باب الأقصى من حجر ومن حجر باب الأقصى من حجر وما يفتح باب الأقصى لعمر وما يفتح باب الأقصى لعمر ومن ياسمين باب الأقصى من ياسمين ومن ياسمين باب الأقصى من ياسمين وما يفتح باب الأقصى للياسين أقصى من قماش وما يفتح باب الأقصى للعياش وما يفتح باب الأقصى للعياش ومن بارود باب الأقصى من بارود ومن بارود باب الأقصى من بارود وما يفتح باب الأقصى لبهنود باب الأقصى لبهنود وما بنردد مع نداء الشعب يريد تحرير فلسطين فوق بالسامع هل تريدون الصلاة في ساحات الأقصى؟ هل تريدون الصلاة والركوع والسجود في الأقصى؟ لنردد معا بالروح بالدم نفديك يا أقصى 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 الشهيد محمد الجوادي لنردد معا دولة كيان إسرائيل أكبر دولة للإرهاب أكبر دولة للإرهاب امبارح في مبنى السفارة سفكوا دم الشباب سفكوا دم الشباب دولة كيان إسرائيل أكبر دولة للإرهاب امبارح في مبنى السفارة سفكوا دم الشباب الله أكبر عفوا صبرك صبرك يا صهيوني صبرك صبرك ابن الأقصى بيحفر قبرك I'm gonna make it.
فيك المجانين محمد علي مقدام يا كوماند في السكاكين صوت جنودي رسام بيتك فيك المجانين يا فخر الاسلام تشهر لك المغانين سكينك الاحزان تهربين بشبابين طيب وين هم الشباب نزال؟ بدنا اياه مع بعض اخواننا مع بعض صوت واحد بوصل للقدس بوصل بوصل للقدس صوتكم بوصل الصوت للقدس طيب مع بعض لبيك 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 يا اقصى اللي قدام السيارة بيحكوا لبيك يا أقصى ثلاث مرات لبيك يا أقصى وفية مع قضايا أمتها وفية مع أسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المسيرة تحت عنوان ليا التي منذ عام 1948 قدمت قادتها وشهداءها هناك على أرض فلسطين في الوقت الذي كانت فيه جيوش الأمة
العربية والإسلامية تتحاذل بعضها عن نصرة فلسطين. وجبهة العمل الإسلامي التي ما فتئت تقدم كل دعم للقضية الفلسطينية وتدبيرها، ليعلم أولئك العلوج من بني يهود والصهاينة أن ذروتهم في العلو قد حانت، وأن هبوطهم وانحدارهم قد حان، لأنها سنة الله. مهما على الإنسان والجماعات والدول، فلا بد في يوم من الأيام أن تهد هذه الدول وتهدم. وإنهم يعلمون أن إقامة هيكلهم المزعوم بإذن الله هو بداية لهدم دولتهم المزعومة وكيانهم المزعوم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه محمد أول من افتتح في الإسلام المسرى مسجد الأقصى في رحلة الإسراء والمعراج، افتتحه افتتاحا معنويا، وأن عمر بن الخطاب أول من افتتحه افتتاحا عسكريا. إن شهداء الأقصى في هذه الجولة اسمهم محمد، ستة شباب اسمهم محمد عيد نفسه. والآن مع كلمة الحركة الإسلامية مع القيادي فيها والأمين العام السابق لجبهة العمل الإسلامي ونائب المراقب العام الأستاذ زكي بنرشيد فليتفضل. عهد الله عز وجل وناموسه إنه القانون، إنها طبيعة الأشياء، فإذا علا في الأرض المفسدون وظهر في الأرض الظالمون واستطالوا في عدوانهم وظلمهم، بعث الله عز وجل رجالا عليهم بأسهم شديد يسومونهم سوء العذاب. فإذا ما تكرر هذا الوعد، وإذا ما تكرر هذا العدوان وتلك الاستطالة وهذا العلو الكبير، فالله سبحانه وتعالى تعهد أن يعيد الكرة. وإن عدتم عدنا، إن عادوا إلى الإفساد عاد الله عز وجل عليهم ببأسه الشديد، فجاءهم من حيث لا يحتسبون من القواعد، فيخر عليهم السقف ويأتيهم العذاب من حيث لا يحتسبون. نعم، إنه عهد الله عز وجل، وهذا هو طبيعة الصراع. طبيعة الصراع مع مشروع عدواني لا يستهدف الأقصى فقط، وإنما الأقصى هو عنوان الصراع، هو مفجر الثورات، هو مفجر الانتفاضات. من لم يشهد التاريخ ولم يعتبر من التاريخ فهذا كأنه لم يحيا حياة الناس ولم يحيا حياة البشر. المسجد الأقصى هو العنوان، ولكن الخطر المحدق على المجتمع جميعا. أيها العرب، أيها المسلمون، لا يظنن أحد أن عرشه أو كرسيه أو نظامه في مأمن من اليهود، فإذا ما تحكموا جاء الطوفان وجاء الفساد وجاء الاختراق. ألا ترون معي أن الصهاينة بالأمس القريب قد اخترقوا السيادة الأردنية، وفي سفارتهم قتلوا شهداءنا من أبناء الشعب الأردني. هؤلاء هم الذين يفسدون في الأرض ويعيثون الفساد، وهم الذين يتبجحون بوقاحة أنهم يحمون الأردن ويحمون نظام الأردن. تكبير دولة كيان إسرائيل، أكبر دولة للإرهاب، دولة كيان إسرائيل، أكبر دولة للإرهاب. تكبير. سجل يا إعلام وسجل يا تاريخ، هذا هو الشعب الأردني الأصيل الذي يجتمع اليوم ليعلنها واضحة وصريحة ومدوية، أن الأقصى ليس وحيدا، لن يترك الأقصى في الميدان يقارع عدوان بني إسرائيل، ولن يترك المسجد الأقصى ولن يخذل في مقاومته لاعتداءات الدولة العبرية. فالمسجد الأقصى هو المسرى، وهو العنوان، وهو البداية، وهو النهاية بإذن الله. رسالتنا أن الشعب الفلسطيني هو الذي سيرسم المستقبل بدماء الشهداء، بثبات الأبطال، بصمود النساء، بتضحيات الأطفال.
سيرسم المستقبل بإذن الله، والمستقبل لن يكون بعيدا عن مسارات التاريخ. حتمية النصر قادمة، ثبات بعد هذا الطحن العجيب وبعد هذه المؤامرات، المؤامرات التي جاءتنا من القريب قبل البعيد، الخناجر التي تطعن في الظهور اليوم، تلك الخناجر التي تصف المقاومة بأنها إرهاب، تصف المقاومة بأنها إرهاب. لا تظنوا أن هذا سينجيكم، فالتاريخ سيكتب والأجيال لن ترحم، وسيكتبون ما تقدمون. نعم، إنه الخطر المحدق الجارف، لن يستثني منكم أحدا. رسالتنا لشعبنا في فلسطين أنكم أنتم من تبعثون الرسائل، ثباتكم هو مبعث الفخر والبطولة والعز، وهو الذي يثبت الشعوب العربية الأخرى. انتفاضتكم كانت ملهمة لكل العرب ولكل المسلمين، بل لكل أحرار العالم. رسالتنا إلى حكومتنا الأردنية، وادي عربة جريمة في حق الشعب الأردني، الاعتداءات المتكررة، العدوان على المسجد الأقصى عدوان على الأردن، والخطر على المسجد الأقصى هو خطر على الوجود الأردني. وبالأمس كانوا يقولون أننا سنمنع المياه عن الشعب الأردني، هذه طبيعتهم، هم الذين حاصروا ويحاصرون غزة، وهم الذين يجوعون أحرار العالم. فالذي يليق بالمجتمع والشعب الأردني حكومة تتوافق وتنسجم مع وجدان الشعب الأردني وتوجهاته. وادي عربة ليست لنا وليست من مصلحتنا، ولا بد من إعادة النظر بالتموضعات، ولا بد من إعادة النظر بتلك العلاقات الآثمة، لا تطبيع ولا تنسيق، لا أمني ولا اقتصادي ولا غيره. فهل ستفعل حكومتنا هذا؟ نحن على انتظار مهما بلغت الظروف، ونحن نأمل أن تكون الحكومة الأردنية على مستوى المسؤولية. تكبير حق صريحة، كلمة حق صريحة، وادي عربة فاضحة، وادي عربة فاضحة تسقط، وادي عربة تسقط، تسقط وادي عربة تسقط، وفلتحيا البندقية، فلتحيا البندقية. تكبير. تحية من هنا إلى الجزائر التي واجهت اتهام المقاومة بالإرهاب بأن استقبلت وفدا من حماس، وأن اعتمدت مكاتب لحماس بصفة رسمية لها في الجزائر. تكبير. قالوا حماس إرهابية، قالوا حماس إرهابية، طب كل الأردن حمساوية، كل الأردن حمساوية. تكبير. السلطة الفلسطينية في رام الله ليس واجبكم أن تحموا الأمن الصهيوني، والتنسيق الأمني عار وعار وذل وليس مقدسا. توقفوا عن هذه المهازل، السلوكيات المشينة والمعيبة التي مارستموها في التحريض على أهل غزة وفي حصار أهل غزة وفي قطع الرواتب عن موظفين أهل غزة، هذا هو العقاب لكم بأن ساء الله وجوهكم. هل ستفعلون ما ينجيكم في الدنيا قبل الآخرة؟ التنسيق الأمني عار وعيب وجريمة وخيانة، فهل ستفعلون؟ هل ستتوقفون؟ تصرفكم كشيخ القبيلة، كزعيم القبيلة، تصرفكم كرئيس العصابة لن يكتب لكم التاريخ إلا كل عار تلطخون به جباهكم. هل ستنحزون إلى وجدان شعبكم؟ الشعب الفلسطيني ليس عليه خوف ما دام أنه عرف طريقه، حمل البندقية بل حمل السكين، ما تيسر له من أسباب المقاومة هو في كل يوم يبدع أسلوبا وأسلوبا وأسلوبا. أما رسالتنا إلى حكام العرب الذين هرولوا نحو الاعتراف بالكيان الصهيوني وبالتطبيع معه، هؤلاء الذين افتخر بهم نتنياهو وقال ركبوا معنا في مسار حرب الإرهاب، أقول لهؤلاء الحكام
إن التجاءكم إلى جبل لن يعصمكم من أمر الله. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. قبل أن يفوتكم قطار التحرير وسفينة النجاة اركبوا فيها ففيها الخلاص. أما لجوءكم إلى العدو فهو لن يثبت عروشكم ولن يثبت كراسيكم ولن يثبت سلطانكم. كونوا مع شعوبكم. الشعوب هي التي تمنح الشرعية، والشعوب هي التي تمنح الثقة، والشعوب هي القادرة على أن تقول كلمتها ولو بعد حين. أما الرأي العام العالمي فكفاكم نفاقا وتزلفا. كلما ازددتم انحيازا للإرهاب الصهيوني، الإرهاب الصهيوني الذي يقتل الأطفال والنساء والمصلين ويغلق المعابد والمساجد، هذا هو الكيان الذي يشكل الخطر الحقيقي على الأمن والسلم العالمي. وقوفكم مع كيان الصهيوني لن يعجل في عودة المسيح. هذه كذبة كذبها عليكم حكماء صهيون وصدقها بعضكم. هذا النفاق لن يكتب لكم قبولا عند الشعوب العربية والإسلامية، وحسابكم لن يكون سهلا ولن يكون بسيطا. أنتم المسؤولون عن زرع هذا الكيان في فلسطين منذ وعد بلفور، ورعايتكم لهذا الكيان الغاصب اللقيط. هذا النفاق وتلك المأساة يجب أن تنتهي، فلا تساهموا في مزيد من التضليل والضياع والتيه. وأما نحن فشعوبنا عرفت طريقها، وهذا هو التعبير الحقيقي عن التضامن مع المسجد الأقصى. نحن الذين اخترنا أن نركب في سفينة النجاة وفي قطار النصر والتحرير، والنصر قادم وهو نهاية التاريخ بالنسبة للصهاينة ونهاية الحكاية. إنه وعد الله، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك 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 يا أقصى، لبيك 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 يا أقصى، لبيك ننقل الكلمة إلى سعادة الدكتور النائب موسى الوحش. نقول بأن يد الغدر الصهيوني التي أسالت دماء على أرض عمان بالأمس، رغم المعاهدات التي بين الأردن وبين الكيان الصهيوني، إلا أنهم أسالوا دماء، فدماء الشهيد محمد الجواودة تناديكم غدا للمشاركة في صلاة الجنازة ظهرا من منزل والد الشهيد في منطقة القويسمة عند دوار الشرق الأوسط خلف فندق المعمورة، حيث سيوارى جثمانه إلى مقبرة أم الحيران. نحن دوما مع بلدنا المبارك الأردن، الأردن الذي بارك الله حول المسجد الأقصى ومنه الأردن، الأردن الذي قد شهداء على أرض فلسطين من جيشه العربي ومن عشائره الكريمة، ما زالت دماؤهم زكية إلى هذا اليوم. الأردن الذي لا نقبل نحن إن اختلفنا أو اتفقنا في إدارته في سياسته أن يقول رئيس الكنيسة لرئيس مجلس نوابنا الذي يتحدث عن المسجد الأقصى ويتحدث عن نبض الشارع باعتباره رئيسا لمجلس النواب، رئيسا لمجلس ممثلي الشعب. اصمت، بل اصمت انت ايها العلج، ولست انت الذي يقول لنا اصمتوا او اسكتوا، بل انت اسكت. انت الذي اتيت من وراء البحار، نحن نعرف اصولنا ونعرف من نحن وماذا نخدم فيها، نخدم ديننا ونخدم وطننا، نخدم الأردن الذي يريد المرابطون هناك كما قال سعادة الأستاذ زكي، أن يحمل الأردن من الوطن البديل ومن الترانسفير جديد ومن بعد وعد بلفور جديد. والآن مع كلمة ممثلي الشعب، مع كلمة نائب
أو مساعد الأول لرئيس مجلس النواب سعادة الدكتور موسى الوحش فليتفضل مأجورا. الحمد لله حمد الشاكرين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الإخوة والأخوات أبناء الأردن أهل نزال، الإخوة والأخوات جميعا، إن هذا الجمع المبارك، إن هذا الجمع المبارك رسالة موجهة إلى أهلنا المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى وعلى أبواب المسجد الأقصى وعلى أرض فلسطين، أرض الرسل والأنبياء. تحية طيبة مباركة للمرابطين والمرابطات، تحية لدماء الشهداء، شهدائنا الأبرار في ساحات المسجد الأقصى وفي ساحات فلسطين وعلى أرض الأردن. تحية لهم، تحية لأهالي الشهداء، تحية لأسرانا البواسل، تحية لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال الفلسطيني. تحية مباركة طيبة لكم جميعا، وأنتم تؤكدون وقوفكم إلى جانب أهلنا في فلسطين، فشهداؤهم شهداؤنا، وشهداؤنا شهداؤهم، وجرحاهم جرحانا، وجرحانا جرحاهم. فالأمة واحدة، الشعب واحد، والرباط هو الرباط، الرباط هو الرباط. تأتيك يا أقصى بالروح، تأتيك يا أقصى بالروح، تأتيك يا أقصى تكبير. الله أكبر. ليس غريبا هؤلاء الأنجاس أن يعتدوا على أقدس بقعة بعد المسجد الحرام، ليس غريبا على هؤلاء الذين ما جاءوا إلا لحرب هذه الأمة وللنيل من عقيدة هذه الأمة، وقد خابوا وخسروا هؤلاء الأغبياء. لقد كانوا فعلا أغبياء. لقد شعر هؤلاء أنهم عندما شاهدوا زمرة من المنافقين ممن يسمون مسؤولين في أمة العرب، عندما شاهدوهم وهم يتبجحون ويتجرؤون على المقاومة، يتجرؤون على حماس، ويتجرؤون على جماعة الإخوان المسلمين، ويصفونهم بالإرهاب. ولنا أن نتساءل، هذه الجماهير التي لبت دعوة جماعة الإخوان المسلمين، حزب جبهة العمل الإسلامي، هل كلنا إرهابيون في نظر هؤلاء؟ إذا كان الذي يقاوم العدو إرهابي، فنحن إرهابيون جميعا بهذا المعنى. ليس غريبا أن يقولوا مثل هذا القول، فعندما نقرأ ما يقول المجرم أبيخاي أذرع الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، الذي يقول لا تكتبوا كلمة الجهاد في كتبكم، ساعدونا، فإن الإخوان المسلمون هم الذين يريدون أن يقاتلوننا، فساعدونا على سحقهم. يا أيها الحكام العرب، يا أيها الحكام العرب، ساعدونا على سحقهم حتى نتعايش نحن وإياكم. وعندما يقول مثل هذا القول ونرى وكر الخيانة، وكر التجسس في منطقة الرامية الذي قام بالاعتداء على أبناء الأردن بالأمس، عندما قام بالاعتداء على أبناء الأردن، وقد سبق وأن اعتدى هذا العدو المجرم على الشهيد زعيتر والكسجي والعمر وغيرهم الكثير الكثير، هذا العدو لن يتوقف عن اعتداءاته، فهو لا يريد تعايشا معنا، ولا نحن نريد الاحتلال مع مجرم يريد الأرض ويريد أن يدمر كل شيء. أيها الأحبة، أيها الإخوة، فإننا وأنا باسمكم في هذه المنطقة، وأنقل صوتكم، صوت الشعب في مجلس النواب، كلنا ومعظم الإخوة من النواب الخيرين معنا،
قد طالبنا بضرورة ونطلب ضرورة أن يتطور الموقف الأردني، أن يتطور هذا الموقف إلى إغلاق السفارة الإسرائيلية وطرد السفير الصهيوني وسحب السفير الأردني، أن يقوم الأردن أيضا بالضغط على هذا العدو للإفراج عن أسران الأبطال، عن الأسرى الأردنيين، وفي مقدمتهم الأسير علاء حماد الذي هو من أبناء هذه المنطقة. هذا العدو المجرم الذي لا يراعي إلا ولا ذمة يريد من الأردن أيضا من حكومتنا أن تضغط وأن تؤكد على ضرورة معاقبة المجرم الذي تجاوز حده. إذا لم يتطور الموقف الأردني لن تعود السيادة التي نتحدث عنها، ونريد سيادة حقيقية لا صورية، إنه لا سيادة للأردن. هذا العدو الذي طرد الموظفين الأوقاف وطرد الحراس واستلم المسجد ووضع البوابات لا يشعر بأن هناك أحد يوقفه. ولذلك ونؤكد في الختام بأنه لا بد من موقف موحد، لا بد من موقف شجاع وثابت لحكومتنا ولنظامنا الرسمي حتى يرتدع هذا العدو وحتى يعود عن غيه. وبالختام أيضا نقول بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على تلبية هذه الدعوة المباركة، كما أنني أوجه الشكر والتحية لإخواننا في الأجهزة الأمنية على ضبطهم وعلى ممارسة كل ما يساهم في أمن هذه المسيرة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تكبير. ضم للأنباء قمر الحقيقة.